السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله النهاردة إحنا هنروح مع بعض بجولة في مصنع UBPC Doors and Windows، أو هي اختصار لكلمة بولي فينايل كلوريد غير الملدنة. دي مادة هي مش غير بلاستيكية، لكن هي قريبة من البلاستيك. بنقوم بتصنيع الأبواب والشبابيك منها، لكن من فضلكم قبل ما نبدأ ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، وإذا الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتدعمونا. طبعا المادة دي لها مميزات، إن هي عازلة للحرارة وبتمنع الرطوبة وبتمنع الأصوات الخارجية. طبعا احنا هنروح مع بعض ان شاء الله المصنع في جولة، بنشوف احنا بنصنع الشباك او الباب ازاي خطوة بخطوة. دي طبعا مرحلة متقدمة، اللي هو بعد ما بجهز المقاطع او السكاشن ببدأ أضغطها بشكل أو بلحمها في الماكينة دي، وبيطلع الشباك بالشكل ده. لكن قبل ما نوصل للمرحلة دي إن شاء الله تعالوا مع بعض نشوف إحنا بنوصل لده إزاي. أول حاجة ده التيوب أو القطاع، عندنا القطاع اللي هو المادة اللي هي شبيهة البلاستيك بالشكل ده، بنقوم بقطعها بزاوية 45 عشان نقوم بتثبيت الأربع جوانب مع بعض. طبعا بيقطع بالشكل ده. بعد كده بنروح على ماكينة تانية بنعمل فرزة. النقطة الصغيرة دي بتكون في أسفل الشباك عشان بتكون نقطة صرف مطر. إذا المية الدنيا مطرت فالمية ما تتخزنش في الفريم، المية بتتسرب ما تتخزنش في الشباك، بتتسرب من داخل الشباك على الشارع من خلال الفتحات الصغيرة دي. بعد كده بنروح بعمل الفتحات اللي هي بتكون هنركب فيها الهنج او المفصلات، او الفتحات اللي هي اللوك المفاتيح بتاعه الابواب او الشباك. بنقوم بعمل كل الفتحات دي قبل ما نركب تيوب الحديد. دي الماكينة اللي بتقوم بقص المادة اللي عندنا الـ UBPC، بتقوم بعمل فتحة كده عشان بعد كده بنركب المفصلات في الأماكن دي، وبنركب قفل الباب أو الشباك في الأماكن اللي احنا علمناها بالظبط. بعد كده بيدخل التيوب على الماكينة دي، ماكينة فرز، عشان بيجهز الماكينة ان هو يعمل فرزة في المكان اللي هيثبت فيه الإزاز. وده تيوب صغير بعد ما يخلص الشباك او الباب
بيعمله مساعد ان هو بيثبت، بيضغط عليه بيثبت بيه الازاز. ان شاء الله هنشوفه واحنا بنثبت الازاز. فيديو قادم ان شاء الله. طبعا احنا قلنا القطاعات دي عبارة عن قطاعات مادة شبيهة بالبلاستيك، عشان كده بنقوم بتدعيمها بتيوبات حديد ستانلس ستيل. كلها طبعا فيها تيوبات ستيل بالشكل ده. ده طبعا قطاع الحديد احنا بنركبه في التيوب اللي هو المادة البلاستيكية بالشكل ده، وبنثبته زي ما احنا شايفين كده، لان ده اللي احنا هنثبت عليه بعد كده المفصلات، وهنثبت بيه الشباك او الباب في اماكن التثبيت بتاعته اللي في المبنى بتاعنا. بعد كده بنروح على ماكينة التصنيع، بنركب الأربع جوانب بالشكل ده. الماكينة طبعا بتعتمد على اللحام، بتقوم بتسخين الأطراف، الأربع زوايا الأربع أطراف الزوايا مع بعضهم، وبتضغطهم لدرجة حرارة، وبعد كده يندمجوا مع بعض اندماج كامل. طبعا العملية دي بتاخد من دقيقتين لثلاث دقايق. وزي ما قلنا دي مادة هي مش بلاستيكية، لكن لما بنمسكها احساسنا بيقول ان هي مادة مصنوعة من البلاستيك، بس هي مش مادة بلاستيكية. بعد كده المادة بتطلع وتروح طبعا مكان اللحام بتاع الأربع جوانب مع بعض، بيكون فيه روايش زيادة، فطبعا بروح على المكنة اللي هناك هنشوفها دلوقتي، ودي مكنة تنظيف. طبعا بيقوم بتنظيف الزوايا زي ما احنا شايفين في الكورنرات بالشكل ده، واللي هناك دي ماكينه في الناحيه الثانيه زي صاروخ كده بينظف الزوايا، ما بنستخدمش الايدي العامله في الموضوع ده. طبعا الماكينه بتقوم بتنظيف زاوية زاوية بالشكل اللي احنا شايفينه ده. طبعا بتنظف جنب جنب او زاويه زاويه. بيخلص بيروح الماكينه لفه الشباك او الباب بالشكل ده. طبعا الموضوع ده كله بيكون انا مظبطه على برنامج على الكمبيوتر بتاعي بتاع الماكينه. طبعا بعد ما بتخلص الشباك او الباب
بنبدأ بقى في المراحل التانية، بنبدأ نعمل فيه دعامات، هنشوفها دلوقتي بندعم فيه ازاي. طبعا لازم نركب زوايا صغيرة بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الزاوية دي طبعا الهدف منها ان انا بزود التدعيم بتاع الباب او الشباك بالشكل ده. طبعا هي بتكون مدعمة في التيوب الحديد الداخلي، بتدي قوة ومتانة اكتر للباب او للشباك. طبعا بعد كده بقوم بتركيب الرابر الداخلي اللي هو بالشكل ده اللي هثبت عليه الإزاز. بعدين بقوم بتركيب الرابر الخارجي اللي بيكون في ناحية الفريم او حلق الباب او حلق الشباك اللي بيمنع دخول المية او الاتربة. طبعا ان شاء الله احنا هنعمل فيديو تاني ان شاء الله، هنشوف بنركب في الازاز ازاي، وبنشوف بنركب الحاجات دي وبنثبتها في الموقع ازاي. ان شاء الله هنحاول نقدم حاجة ان شاء الله تكون مفيدة. بدعمكم ان شاء الله، بنحاول نقدم كل يوم حاجة جديدة. وان شاء الله نحاول نشوف ابواب وشبابيك الومنيوم، ونعمل مقارنه بين اليو بي في سي دور سواء ابواب او شبابيك ومع الابواب وشبابيك الالومنيوم. اتمنى ان الفيديو يكون فيه اضافه، واتمنى انه يكون عجبكم. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.